عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم احبابنا وناسنا، مرحبا بكم معنا. رمضان كريم، صحه فطوركم، مرحبا بكم معنا في برنامج 100 100. ضيفنا الثالث هو فنان بشوش، هو فنان بشوش ابن التلفزيون الجزائري 100%. يعشق في التلفزيون ويحب حتى التلفزيون، يحب هذا الوجه البشوش، عنده إطلالة طيبة وطيبة جدا، تحطه على الجرح يبرى، فما بالك تحطه على القلب، لأنه هو بقلبه وبحبه لينا صوت وصورة. محسن بوزرطيت. عرفنا لك. عفطورك حبيبي، تفضل. وانا ركي فلان على سهري، طلت لمي ما شبيك وليداني، ما ولاك دي ما يعيك، نوري لك لي هكا. شوفوا، انا على كلامك الشباب اللي قلت، وانا نزيد نكمل عليك ونقول يا مول القاط والقدقاط والجم والشفا والمقراط، اعطي لي قاطي وقدقاطي ولجمتي ولشفتي ومقراطي باش نرجع لك قاطك وقدقاطك ولجمتك ولشفتك ومقراطك. شوفوا الخير اللي في وجه الخير بين محسن وبين عماد في هذا الفيديو. كان يا مكان في قديم الزمان، حكايات وروايات مع ناس زمان. مرحبا وسهلا بكم، شرفتونا. في هذا رمضان راح نتفكروا فنانين وفنانات، معظمهم رحلوا عن المكان لكنهم سكنوا الزمان. انا جزء التلفزيون يا عمي يا عمي. نتفكروا معكم اعمال بقات راسخه في البال. هذا الطبطب اش كنت تحبي تجينا هذا الوقت؟ حقا واش طيب؟ البقبوكه بدي فيك يا والله ما تطيح. على بركه علينا صوموا في عقلنا. في رمضان شوفوا وشموا معنا ريح زمان. شوفوا فيكم في الليزيميشن تاعكم. محسن بوزرطيت صديقي واخي، طبعا ريحة زمان يحصر عليك يا الدنيا زمان. هذا البرنامج بحلته الجديدة، احكي لي يلا انت تقدم وانت احكي لي على البرنامج تاعك. صح حسن، مرة واحدة أخرى نقول لك صحة رمضانك وصحة رمضان كل المشاهدين اللي يشوفوا فينا. كما تعرف كل ما يجي رمضان في الجزائر دائما نحبوا نعيشوه كما عشناه زمان. صحيح. دائما نبحثوا كما كان يقول سحموا على الأواني التقليدية، نحبوا الأكلات التقليدية، نحبوا اللمة تاع زمان. ريحة زمان هو الانعكاس هدف في الجزائر، يعني من خلال التلفزيون الجزائري، لأنه التلفزيون الجزائري كان وما زال حيبقى الشاشة اللي تلم العائلة الجزائرية. وقت فات كان يقدم التلفزيون الجزائري أعمال بالأبيض والأسود، وين بقات راسخة في ذاكرة جيل كامل. احنا من خلال ريحة زمان حبينا الجيل تاع اليوم يتعرف على الأعمال تاع بكري، والناس تاع بكري يتفكروا هذه الأعمال الشباب بزاف. جديد في ريحة زمان هذا الموسم بعد ما المشاهدين شافوه يعني لموسمين كاملين، وكنا نقدموا لي سكاتش عن طريق برنامج مسجل، هذا المرة راح يكون مباشر. علاش؟ هذا هو السر، لانه للاسف يوم بعد يوم رانا نفقدوا اسماء كبيره يعني في المجال الفني. حبينا الاسماء اللي مازال عايشه وربي يطول فيها مره ان شاء الله. في كل مره تكون حلقه تكريميه لاسم كبير، على غرار السيده شفيه بودراع، على غرار السيده نوريه ربي يطول فيها مرها، قريقش، فريده صابونجي، واسماء كثيره. احنا اكيد حيكونوا ربع اعداد، لكن ما يمنعش. صح، فتحه بربار ربي يرحمها، اكيد نتفكروا هاد اللي توفى ونتفكروهم من خلال مواضيع يجوز يعني كل فنان حضر معنا يقدر يتفكر مخرج توفى ولا ممثل توفى في جو مليء بالمفاجآت. هذا الفنان اللي حيكون هو الضيف الشرف، اكيد كاين اتصالات حجيه، كاين اشياء في البلاطو حنكشفوها. مفاجآت هذا هو السر تاع مفاجآت ان شاء الله. ولكن الله يبارك، انت كي القلب هو القلب اللي يدخل القلب تحطه يجي.
وين تكون تجي الله يبارك عليك يعني ما شاء الله. هذا حبك ربما المهنة وحبك حتى الناس هادو شفتك يعني حتى من خلال مؤخرا. ألف تحية مرة أخرى المحسن وللتلفزيون الجزائري مدير الإنتاج على التكريم. الحصة حصة الراحلة وردة الجزائرية منذ أيام كانت ذكرى الخامسة تاعها وكانت التلفزيون يعني تفضل نال درع تفضل. هي التلفزيون الجزائري كما قلت حسن كانت تحصل على ثلث جوائز ذهبية في المهرجان العربي 18 للإذاعة والتلفزيون عن برنامج وردة عن برنامج كوني وعن ومضة تحسيسية للحد من إفراط السرعة وهذا هو اللي يوالي مع في رمزية 100 في الساعة. شنو يقولوا أنه إن كان وردة اللي كرمناها ولا هذو الفنانين اللي كرموهم لأنه احنا كجيل اليوم شباب اذا ما اعترفناش بالجيل اللي قدم اكيد ما نقدروش نكونوا احنا وما نقدرش يكون عندنا مستقبل. الشخص اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر وما عندوش مستقبل. من هذا الباب نحب بزاف ان نقدم برامج ونرجع ونكرم فيها اسماء. بالك انا كنت صغير كنت نشوف لالا عيني يعني سيده شفيه بدر يعني نتشرف اليوم اني تكون ضيفتي ونحاورها وغيره وبالتالي ونظن انه حتى المشاهدين يحبوا يتابعوا جديد ويلقاوها عبر التلفزيون الجزائري لكن دائما يحنوا الاعمال هذه القديمه. راح يكونوا شحال الحصه راح تكون في شهر رمضان هذا؟ اسبوعيه يعني كل يوم جمعه رابع حصص يعني رابع حصص كل يوم جمعه يعني الجمعه الجايه ان شاء الله تكون اول إن شاء الله. اول حصه بحول الله خلوا مفاجاه لمشاهدي الاعزاء ونقول تحلاوتك تبقى عندها طبعها الخاصه وميزتها الخاصه محسن والشيء الجميل انك انت انسان فيك الخير والخير والخير يلم ويعم ويبان في الوجه لانه احنا كي نعملوا امام الكاميرا الكاميرا ما تكذبش اللي في قلبك يبان في وجهك فما بالك اذا كنت انسان مولى خير وتدير الخير مع ناس الخير في رمضان الخير. يلا هاي الكاميرا قدامك انا حاب ديري لي مشهد تاع فرح فرح هاي الكاميرا ها دوك قلت لي عبد الله جيت سبت ديور مشهد تاع فرح محسن راح يتزوج عرسو محسن وليدك راح يتزوج طيب يا لايف شوف دوك يجيك محسن يقول لك ميمتي قررت باش نتزوج ايه يلا محسن اكسيون دق دق وليدي دق دق نعاودوها 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 محكم محكم دير كلاب دوزيام بريز موتور اكسيون سويي بخي يما حبيت نقول لك حاجه واني حشمان قول يا وليدي انت ماشي مو عادتك تحشم انا حاب نتزوج نمس هي اللي جيت العام هذا الحاله مليحه ان شاء الله إذا كانت هذه لقطات من برنامج ولا الكاميرا الخفية ولا مقالب الكاميرا الخفية اللي وشداك لأحمد رياض اللي راهو ضيف معنا وهذه كلمة وشداك تنطبق على حسن لأنه كثر الهضرة المخرج استغنى عليه وراح وعوضنا هنا ومحسن وشداه يا عرض ديزانيماتور في ليميسيون تاع 100 في ساعة بصح شنو يقولوه أنه 100 في ساعة ما تحلاش غير بأحسن وأقرب منشط لقلوب الجزائريات والجزائريين من جديد نستقبلوا حسن نروح للعادات والتقاليد أي الأطفال كيفاش يصوموا في رمضان قبل ما تروحي لهذا الموضوع خلينا نسأل محسن أول مرة صمت في رمضان كيفاش النهار الأول اللي صمتك شافي عليه أنا شافي عليه داروا لي لويزا أنا جبتها اليوم السروة باش تحكي لي هاي وين حطوها لك لويزا كي صمت عطاوها لي ايوه لويزا تاع الصح نعم ياك سلوى تقدر تحكي عليها نعم نبداو بناس الشرق ناس صح. قسنطينه يجيبوا الطفله يخيطوا لها جبه فرقاني على قيسها والطفل يعطوا له دراهم ويخيطوا له وايضا يطيبوا له الاكلات اللي يحبوها الماكله اللي يحبها هو اللي يطيبوها له والطفل يديروا لها القندوره تاعها اسمع حسن انت لابس اللبسه تاع الجنوب ذبحوا لك كبش انا ذبحوا لي كبش انا ما ذبحوا لي انا كما ذبحوا لي كبش ولكن بابا تشاطروني راهي اذا قلت لكم حتى زمان شفا كنت صغير ما يجيبوا خيط باش مثلا نحب نعرف انا محسن راح يصوم ولا ما يصومش طلعت شوف رقبتك يقيس لك هنا يقول له دير شوف طلع رقبتك وليدي مازال ما خرجتش مليح ما تصومش هذه كان يقيسوها كان ويقول لك حل لسانك شوف لسانك اسكو صايم ولا ماشي صايم وي هذيك تحل لسانك نعرفها هذيك نعرفها ولا كان بيض صايم ولا كان
حمر ماشي صح. لماذا تفصمت اول يوم كتشفى؟ احنا دارنا مساكن ما كانوش عندهم الويز. معليش هي رمزيه برمزيه فقط مش نشفى نهار صمت زرقتني ما قالت لي واش داك الصوم هذاك صغير. هذه فالت خير جايه لك ان شاء الله. وحشت يلا اقرا ابدا شويه من الناس. لا بحسن تيمنوا فينا في اليمين بركه يلا. ما نشوف هذه في خاطرك سلوى. ادخلي للدار وحطي لي زار ما تكحلي عينك ما تسوكي سنيك واللي راح يولي ليك مبروك عليك. صديق لكن التعبي هون يهون امام مشاهدينا الاعزاء باش نخرجوا لهم في الاخير هذه الماده اللي يشوفوها فقط باش نفرحوهم باش يضحكوا معنا وربي يخلينا ان شاء الله بلادنا حبيبتنا الجزائر. انا اقول لكم شكرا كثير يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. دوك نروحوا نشوفوا راهم 3-3 وانا ناطخ انا جدي ونعان كما نقولوا. روحوا لي كويز راح نسمعوا لي كويز مع دي جي رفيق. وكان كاين جائزة راح تقدم مهدات لكم اللي يربح. نبدو مع الكويز الأولى مع دي جي رفيق يلا ابدا. عصب وأوتار رفيق قال لك عصب وأوتار. عصب وأوتار صح. اصبر ايما خلينا نسمعوا. والو دير عسال هذيك 100 في الساعه يعطيك الصحه برافو يلا 1-0. نذكر فقط أن عصاب وأوتار هي سلسلة فوكاهية جزائرية من إخراج الفنان الكبير محمد حزولي. بدأ عرضه بالضبط سنة 1976 بعدين توقفت ورجعت ودامت لأكثر من 25 سنة من إنتاج محطة قسنطينة. تحية لزملائنا في قسنطينة التلفزيون الجزائري. جمعت العديد من الأسماء الفنية اللامعة كاللي رحلوا ربي يرحمهم كاللي ما زالوا في الساحة ربي يطولنا في عمرهم بينهم طبعا حسن بن زراري علاوة زرماني عنتر هلال رشيد زغمي فتحة سلطان بشير بن محمد والملحن الراحل كريكري طبعا والمصور إبراهيم طابي والممثل توفيق ميميش ربي يرحمهم. هذو كانت العديد من الأسماء. تحية كبيرة لهم. واحد يقول صفر هذو بدينا صفر قول واحد رفيق جلطي الامل لحن الحياه لحن الامل موسيقى لحن الامل فيلم اللي جمعت الزوج الله يرحمه لحن الامل واحد تحية عبد الرحمن الجلطي طبعا. لحن الأمل هو فيلم بطولة الفنان الكبير القدير نحيوه عبد الرحمن الجلطي إخراج الراحل جمال فزاز. هو طبعا خريج جمال فزاز هو خريج الإذاعة والتلفزيون الجزائري وأخرج العديد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية بينها المصير المعروف 1900 أمال عبد العزيز ما زلناش شفناها والله نحيوها تحية لها من الميكانيسيا ما زلناش شفناها كاين هذا وهذا واحد وردة أيام الجزائرية طبعا واللي كرمت التلفزيون الجزائري مؤخرا بجائزه تخليدا للحصه اللي قدمها صديقي وزميلي محسن بوزرطيط واللي كانت الذكرى الخامسه لرحيلها منذ ايام فقط 17 ماي صح. الذكرى الخامسه لرحيل الفنانه الكبيره الراحله ورده الجزائريه. طبعا هذه الاغنيه ايام كلمات الشاعر منير بوعزاف والحان وتوزيع بلال الزين. الف رحمه ونور على فنانتنا الكبيره الراحله ورده الجزائريه. زوج اثنين واحد معليش رفيق بصح لا كابتن ماجد مدئن لا ماشي مدئن لا بيردي عاود واسمه عاود رفيق عاود بلا حدود لا
بلا حدود. لا لا بلاك ميوزك. لا باش تبدا باش تبدا وزنزل. اعطينا حرف واحد. وشنو هي؟ طا 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 طار. مفتش طار. لا لا ايميسيون كانت في التلفزيون الجزائري. كان يقدمها ومازال معنا الان وتعمل معنا حتى البرنامج صباح الخير. ها سي بيردي ماما انا. ايوه اسمع الصوت. كان نهاد عبر من طرف السياره باش يرجع السياره يتوقف وعين هذيك ما يكون عنده مساعده جي ولا لا. طارق سلامه طارق سلامه طارق سلامه على شفتي المخري. سبقك سبقك هادي لا ميوزيك تاع بكري. هادي لا ميوزيك تاع بكري. خلاص 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 الوقفي. دو 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 لا لا هو 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 مش فال التركي كانوا هنا. هو الشرطي المخفي. الشرطي المخفي اللي بعدين تحولت الى طريق السلامه اللي قدمها لنا ليلقب بشيخ رجال الشرطه ورجالهم محمد العزوني. طريق السلامه الشرطي المخفي في زوج في زوج كان يقدمها سليم سعدون هو اللي كان كان لا لا وطاكسي المخفي كان مع دو زانيماتور. طبعا تحيه كبيره كبيره لمحمد العزوني وكل رجال الامن الوطني. يعطيهم الصحه. اثنين 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 اثنين. اعطينا الاخرى. السنزة كريمة السنزة. السنزة أنا قلت الاسم ولا السنزة كريمة. تبعد 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 خليها خليها يا رفيق. خسر خسر الدور. السنزة وش حاب تقول؟ نو نو نو. انا قلت كريمه. يلا رقم رقم 2.5 2.5 في زوج راح يتنازلوا. جائزه نوبل. قسموها بعدها بعدها راح نختم راح نختم الحصه. نقول لكم شكرا كثير على حضوركم معنا. بعد الاغنيه مخرجنا محمد اجدوب. ما ننساش امينه مساعده المخرج اللي مرضت كانت راح تكون حاضره معنا. امينه مقدود مقدود اللي نقولها ربي يشفيك ان شاء الله كل الطاقم. بعد رفيقه بعد 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 نقول لكم يعطيكم الصحه شكرا كثير. صحه سحوركم ونتلاقاو بكم الاسبوع المقبل في العدد رقم 2 في 100 ساعه.